كنتي تاني؟ تفضلي تعي. مرت عمي، انتي بتقدري تنامي هون اليوم وارتاحي بالنومة، ايه؟ لأنه حجزنا لك مشان بكرة. تفضلي مرت عمي، تقدري تبلشي تضبي غراضك لأنه معك وقت، رح تطلعي من الصبح بكير. الفكرة أنه ما لازم يروح عليك القطار. بس وكمان وقت تخلصي ضب غراضك بكرة مرت عمي إذا بتريدي جيبي كل غراضك لتحت على الصالون. بدي أتأكد من كل الغراض لأنه ما بعرف، بركي أخذ غراضه من البيت. لا كنتي، انتي فهمت الموضوع كله غلط. انا ما باخد شي مو الي. ايه بعرف مرت عمي انك ما بتاخدي شي مو الك، بس انتي عندك هي العاده السيئه. انا بعرف انه هي الشغله مانا بايدك، لهيك لا تاكلي هم، هي مو مشكله. شو يلي عم تحكي كنتي تاني؟ انا ما بعمل هيك، باكد لك انتي فهمانه القصه غلط. مرت عمي سامرات حكالي كل شي عن وضعك، هاد ما في داعي تنكري، ولهذا السبب ما في داعي تمثلي قدامي إنه ما عندك مشكلة. متفهمة وضعك، وبكل الأحوال أنا مهتمة اسمعي. أورمي اسمعي، شو هاد اللي عم تعمليه فيني؟ إذا بتريدي لا عاد تعملي هيك بقى، بترجاكي. اسمعيني حياتي صارت كتير صعبة، عم اتعذب بكل لحظة عم تمر، ما بقى عم بقدر نام بالليل. لو سمحتي وقفي بقى، ما عاد أعمل شي سيء وعد. أنا خايف كتير، صدقيني ما خفت كل هالقد حتى وقت دفن جستو لهداك الرجال. أنا خايف، خايف كتير من هذا الوضع. إذا بتريدي أورمي سامحيني هالمرة، بترجاكي تسامحيني. ليكي أنا عم أعمل مثل ما بدك تماماً، وبقدر إلك بفضلك أنا فتحت عيوني هلأ وقدرت أني أعرف كل أغلاطي. أورمي صدقيني بوعدك، أورمي أعمل مثل ما بدك، ما بقى رح أغلط ولا أي غلطة واحدة. إذا بتريدي أعطيني فرصة واحدة، فرصة أخيرة مشان أثبت أني صادق، بترجاكي ما رح أعمل أي شيء ما بيعجبك، صدقيني أورمي. عم تحكي الحقيقة؟ ايه انا عم بحكي الحقيقة، صدقيني أورمي بوعدك ما رح ازعجك ابدا. اذا مثل ما عم تقول، لكن روح واعترف بكل اغلاطك قدام كل العائلة فورا، ووقتها بسامحك. شو عم تحكي انت؟ شو هالسماح هذا أورمي؟ اذا بروح وبحكي لهم كل شي رح ينتهي، وقتها انت رح اقدر اخذ هالفرصة؟ كيف بدي صير شخص أحسن؟ شو رح تفرق معك سامرات؟ هلأ بما أنك عرفت شو هي أغلاطك، شو رح تفرق كل هاي الشغلات؟ شو رح تفرق إذا كل شيء انتهى؟ أنتي بس سامحيني هاي المرة، لو سمحتي، بس هاي المرة سامحيني، لو سمحتي. ماشي، رح فكر إذا بسامحك أو لأ.